مصدق مفبرك؟ مصدق مصدق. اوكي. انا عايز اقول لحضرتك وانت حضرتك عارف والناس كلها عارفه ان ساعات في بعض الصحف وبعض المواقع وفي بعض البرامج كلام مش مؤكد. نعم. لكن انا اعتقد ان كان من المفترض ان هيئه التحرير تكلمني لانها تعلم جيدا من هو المسؤول عن النشر الاعلاميه في نادي الزمالك. طبعا لو ما كانوش عارفين تبقى مشكله. صحيح. مش كده؟ والمفروض يعني حضرتك البرنامج طبعا ليه مصداقيه عاليه جدا عند الجمهور، فلو في طرف احنا متشككين في خبر بنتصل بيه. صحيح. انا للاسف الشديد ما شفتش البرنامج، لكن ناس اتصلت بيا كتير علشان تعرف ايه الحقيقه بالظبط. نعم. فكان من المفترض ان انا اتكلم بالطبيعه، يعني الناس عند حضرتك تكلمني وتسال ايه الموقف السليم. مظبوط. ايه بقى الموقف؟ هل الخبر مظبوط ولا غير صحيح؟ انا هوضح الموضوع ده. من ايام المجلس المنتخب كان في استضافه لاحدى المسؤولين الكبار في السفاره الايطاليه، ده في شهر رمضان اللي فات، وكان تم فيها المناقشه حوالين استخدام بعض الفرق الايطاليه للاحتفال المئويه مع نادي الزمالك. اوكي. الخبر مصدره من السفاره الايطاليه. بالنسبه لنا احنا للنشر الاعلاميه في نادي الزمالك. انا ما اعرفش بقى مصداقيه ان الدكتور اشرف صرح او ما صرحش، مش دي القضيه بتاعتي، ولكن احنا كمجله او كموقع او كنشر اعلاميه في نادي الزمالك بنحاول دايما نتصل بكافه المصادر عشان نتوصل للواقع الرسمي والاصلي اللي يعبر عن اللي بيحصل جوه نادي الزمالك. انا طبعا لما قريت كده او سمعت الكلام ده فده بعيد تماما عن المركز الاعلامي في نادي الزمالك. بعيد. ما النشره الاعلاميه دي بتصدر عن مين يا استاذ عصام؟ ما هي بتصدر من المركز الاعلامي في نادي الزمالك. هو انا المسؤول عن النشره الاعلاميه. انا عارف. فالكلام اللي في النشره الاعلاميه سليم 100%. اللي هو ايه بقى؟ ان في بعض ثلاث انديه موافقه مبدئيه على انها تلعب مع نادي الزمالك، الخبر مصدره من السفاره الايطاليه. اوكي. بس هو الدكتور اشرف قال ان ما جاش حاجه للنادي. انا هسال سؤال، حضرتك اتصلت بالدكتور اشرف ولا حضرتك خدت الخبر من المواقع؟ لا، حصل اتصال بيه بالفعل. هو اتكلم حضرتك في البرنامج؟ اكلم حد من الاخوه بيقولوا لي دلوقتي. لا مش في البرنامج، قبل ما نطلع مع احمد عبد اللطيف واكد له ان الخبر غير صحيح. بص حضرتك، احنا بنتكلم، انا زي ما انا طلعت كده عند حضرتك فبتكلم بمنتهى المصداقيه ومنتهى الشفافيه وبمنتهى الواقعيه، وبتكلم عن مصدر الخبر بالنسبه للمركز الاعلامي انا بحدده بوضوح وبصراحه. طيب خليني اساله كده. دكتور اشرف، مساء الانوار. مساء الخير. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. اهلا بالله. يعني هل بالفعل حضرتك قلت انه الخبر ما يعني ان احنا ما جالناش اي حاجه من الـ من الـ من ايطاليا، مش كده ولا ايه؟ لا، هو الوضع مش كده. وبعدين يعني طالما طلبت حاجه من نادي الزمالك فهي في الاخر بتعبر عن نادي الزمالك. المساله مش هتبقى مساله ان هو او حاجات هتبقى ضد بعضها. خبر مهم. يعني خبر يعني. مهم. خبر مهم. خبر مهم. هو فعلا كان في فتره احنا عملنا فيها بروتوكول مع السفاره الايطاليه، والبروتوكول ده بيتضمن تسهيل العلاقه مع الانديه الايطاليه في حال ان احنا احتياجها. نعم. ده كلام مظبوط. يمكن ده امتداده بروتوكوليا حاجه هتتم في المستقبل، انما هو الموضوع مش موضوع طبعا تكذيب او تأييد، لان ما ينفعش، لان دي مؤسسه واحده والاستاذ عصام بيمثلها اعلاميا يعني. لا، هو انت بتبرزوا الحقيقه للراي العام الزملكاوي. انما هو وهو احد يعني المصادر او الاسئله، هو اتسال سؤال لينا كالنادي، والله انتوا هتعملوا حاجه مع انديه ايطاليه؟ الوضع الطبيعي ان احنا بنعمل مزايده لجنه مئويه، والاستاذ عصام احد اعضاء اللجنه التنفيذيه. نعم. احنا بنعمل مزايده، والناس اللي هتيجي هتاخد المزايده هترشح فرق، ومن خلالها احنا اللي اللجنه بتشوف فنيا ايه المستوى اللي هيكون يوازي نادي الزمالك. بس يعني الموضوع مش اكبر من كده وما تضخمش عن كده. لا بالعكس، احنا يا دكتور ما بنضخمش اطلاقا. انا بتكلم عشان الراي العام الزملكاوي اكيد لما بيرى حاجه زي كده بيبتدي يتكلم ان خلاص في انتر ميلان او اليوفنتوس جاي، يعني يبتدي يبقى هو ده الحوار. ف
فهو من ضمن المرشحين يعني، دي فرق من ضمن الفرق المرشحة. لكن ما جالكوش اي فاكسات من الانديه دي؟ هي دي من ضمن الحاجات البروتوكولات اللي احنا تضمناها مع العلاقه مع السفاره الايطاليه. اوكي 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 انا مش عايز اكبر الموضوع بدون داعي، انا ما اقصدش تكبير واطلاق. معلش يا كابتن مدحت، اللي انا شايفه ان الاعلام بكافه الاوجه بيحاول يعمل فتنه في نادي الزمالك. لا اعوذ بالله، بالعكس خالص، بدليل ان احنا بنتكلم اهو. لا كابتن مدحت، انا اللي طلبت المداخله عشان تصحيح وضع معين. كويس جدا، واحنا سمحنا بالمداخله وجبنا الدكتور اشرف. يا كابتن مدحت معلش، بعد اذن جنابك، لما يكون في طرف في خلاف لابد ان يكون التحرير بتاع البرنامج بياخد الطرفين. مظبوط، في خلاف مظبوط، لكن انا مش هاخد كلام الدكتور اشرف من موقع او من جنان، لان ممكن يعني دي فتنه. ما دي اسمها ايه طيب؟ ما انا معاك، ما انا عشان كده احنا سمعنا الجمل والجمال. عمري ولا هختلف مع الدكتور اشرف، ولا عمري هنطلع كلام مختلفين عن بعض. طبعا، لان احنا منظومه واحده، بنشتغل في مؤسسه واحده، بنعمل لصالح نادي واحد. اكيد، لكن أكيد. حد بقى يقول كلام على لسان الدكتور اشرف غير حقيقي؟ لا لا، هو برضه بص يا استاذ عصام، عشان برضه نكون يعني ايه، انا على فكره اقسم لك بالله انا معاك تماما، ولما بنتكلم الكلام ده عشان وانا لولا ان انا بقدر البرنامج وبحترم حضرتك، انا بتكلم عشان اصحح وضع. بالظبط بالظبط. قلت معي في ان المواضيع بتتاخد بشكل جرايد او مواقع او برامج انها فتنه؟ احيانا بيحصل كده فعلا. هو بس لو في جزء من المداخله، عشان مش المفروض ده طبعا نزيل في هذا الموضوع، بس هو فعلا لما حد سال يعني سال، قلت له طب انا هرجع اسال الاستاذ عصام واشوف الموضوع يعني مصدره ايه، لانه النشره بتخرج من هناك. ده حصل فعلا اخبار، لان هو زي ما قال الاستاذ عصام، المنطوق عن نادي الزمالك خلاص هو منطوق واحد، ولا خلاف ولا اختلاف. يعني أكيد في الاخر دي مؤسسه كبيره، مؤسسه محترمه اسمها مؤسسه نادي الزمالك يعني. بالظبط، انا بس عايز وعلاقتنا بكل المؤسسات الاعلاميه على اعلى مستوى طبعا. جدا يعني دايما جداً حتى والاستاذ عصام معايا على الاتجاه، احنا دايما بنزيد ادواتنا او علاقاتنا الاعلاميه مع مؤسسه محترمه زي مؤسستكم ووجود حضرتك وكده في الوقت. طبعا ده شيء يسعدنا ويشرفنا، واحنا معاكم قلبا وقالبا والله، وبالتوفيق. وطبعا النهارده بس انا بستثمر اللقاء، حصل اتصال مع الدكتور وليد وحددنا ميعاد نهايه الدوره الرمضانيه يوم الثلاثاء القادم 8 مساء، وهو اللي ادى الميعاد للدكتور وليد.